الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف هو الاسم المعرب الذي لا يلحق آخره التنوين ولا يقبل علامة الكسر، ففي حالة الجر تكون علامته الفتحة بدلاً من الكسرة، إلا إذا أضيف أو دخلته أل، أما علامة رفعه فالضمة من غير تنوين وعلامة نصبه الفتحة من غير تنوين. الخطأ في صرف صيغة منتهى الجموع مفاعل وما شابهها، مثل قولهم مدارس كثيرة، وصحيح القول مدارس بالضم لا التنوين، ومثل قولهم قصف مخازن السلاح، وصحيح القول مخازن السلاح بالكسر للإضافة، ومثل قولهم رسائل مهمة، وصحيح القول رسائل بالضم لا التنوين، ومثل قولهم شنت هجمات على مقار عديدة، وصحيح القول مقارة بالفتح لا التنوين، ونحو قولهم بيوت ومحال مدمرة، وصحيح القول محال بالضم لا التنوين، ونحو قولهم ليس هناك مواد غذائية وطبية في المدينة، وصحيح القول مواد بالضم لا التنوين.